بارتي سخونة صحيح؟ أنت إن شاء الله أخويا أول حاجة فهمتني يكون الجمهور منضبط فهمتني، ولا ما تكون تصيرش أحداث كما قاعدة تصير الأيامات الكل في الماتشوات الكل في ديفيزيون 3 في ديفيزيون 4. نتمنى فهمتني أنه نجم يربح ويربح بنتيجة عريضة باش يرجع الجمهور للميدان وللجرادانات ويوم بلوس ناقصتنا فرحة هنا في سوسة توا فهمتي، نحبوا نفرحوا بالإتوال تربح إن شاء الله مربوحة للإتوال. بالطبيعة باش تكون بارتي صعيبة لهم هما أكثر من اللي صعيبة على الإتوال، خاطر في سوسة تعرف في سوسة الإتوال ما ترحمش بلادها، إن شاء الله اللي يلعب خير هو اللي يربح. أمين بن عمر هذا كان يحبوا على الاخر فل عنده في ساقية بركال عليه، ان شاء الله باش يعمل حاجه بارتي هذه ان شاء الله. ميتون لول باش نركي المكشخ قبل ومن بعد نرجعوا لها. كي تعرف الاتوال ما شاء الله سيزون تعدي فيه ما شاء الله، دي الترتيب نتاعها في الكاس في الفيفا بريسك 61 لولا عربيه وافريقيه، ان شاء الله ننوروا السواحليه وننوروا الاتوال باولادها ان شاء الله. جرينتا وبالجمهور فهمت ان شاء الله يفرحونا الاولاد. وان شاء الله عاد سي عمر جمل ان شاء الله يكون حاضر، واللي ماهوش حاضر ثم شكون يعوضوا ان شاء الله. كره في الشبكه انا ما يهمنيش اللي يجي يمرك كره في الشبكه. انا كرئيس خليت لحبة نجم الساحلي بيبو فيشا، عندنا مشكله في التكيات، ناقصين التكيات، قال التكيات ناقصه قد لحبة نتاع بو فيشا ومخرتين واحد تو عندنا وناقصين التكيات فهمني، خذينا احنا التكيات مي ناقصين على جمهور بو فيشا جاي لسوسه ناقصين بزاف. ماتش نجم نقولوا معناتها يعمل لك خطوة كبيرة في الشامبيونا، أكيد نلعبوا على استادنا قدام جمهورنا، ماتش كما قلت لك معناتها تريز امبورتون، لازمنا معناتها ناخذوا فيه 3 بوان، إن شاء الله الأولاد يكونوا حاضرين كوم الفو، وإحنا أكيد ماناش نبخلوا معناتها 90 دقيقة سون زاري معناتها باش نكونوا ندزوا معاهم حتى للآخر، وإن شاء الله ربي يوفقنا. غدوة ماتش كبير على الآخر. وهو مش حادد يمكن مصير البطولة ان شاء الله. هذه اللي كتريكو بروح بالدم نفديك الاتوال في التيران هذاك شنو نعرف. اي نتيجه اللي هم الاتوال تربح. قدرة ربي غدوة فاكينو تروح فاكينو على خاطر عندنا جوارات رجال. غدوة ان شاء الله ثلاثة. ثلاثة واحد غدوة وما مش ماركين حتى البونتو اللي باش يماركيو غدوة رجال. كل معناتها رانا ديما نستناوكم تكوروا كيكة وفرحانين بيكم وان شاء الله يا ربي مربوح وجمهور الاتوال ديما معك. والله نستنى في الجمعية كالعادة باش تفرحنا وباش نعديو ماتش باهي وباش نفرحوا بضيوفنا. القليب وكاهو قول لهم كالعادة انتم مسنسينا بالربح، ان شاء الله بارتي غدوة مربوحة. ان شاء الله مربوحة، ان شاء الله مربوحة، الاتوال تعيش. حبوها ماذا بينا لعبة نظيفة فهمتني، وان شاء الله تعد بارتي ساحة باهي نظيفة ماذا بينا للزوزة. هم الزوز جمعيات باهيين، جمعيات نظافة في الغور الكرة نظيفة، إن شاء الله يشرفونا سواء برا ولا هون في تونس ولا برا، إن شاء الله مربوحة اليوم هم ولينا احنا كيف إن شاء الله مربوحة تزيرو لتسبيرونس. إذا كان نسلكوا تروح هذا نجيبوا 3 بوان التيتر 100% روح. بالنسبة لنا نحن مستانسين بها تيران في سوسة غاديكا، ما على بالناش بجمهورهم، ما على بالنا حتى شيء، لا نخاف ولا من نربي تراش لا من حتى شيء. نحبوا بارتي تتعدى هيله، فماش عرك ما فماش معروك، كنا ولاد تونس، كنا نحبوا تونس، وهذاك الاتوال هذاك الاسبيرونس، جماعة الاتوال يحبوا الاتوال، وجماعة الاسبيرونس يحبوا الاسبيرونس، واللي باش يلعب خير ويربح هذاك هو الرابح، وكنا رابحين بقدرة ربي، علاش نقعدوا نعملوا في العرك ونعملوا في الدز ونفزوا وتكسير الكراسي وتكسير الجمهور يتكسر اللي تخلع يده اللي تخلع ساقه واللي تكسر وجهه كما الجوارات المساكن يوريو فيهم كيفاش هكاك عليه يا رسول الله. احنا كنا توانسه يا ربي. والكوره هذه مش نفرهدوا على رواحنا ونلعبوا شويه ونشيخوا الجمهور هذاك ونشيخوا الجمهور هذاك، وفما الرابح وفما الخاسر، واللي يخسر يهني الرابح والناس كلها تروح على رواحها، لا نكسروا التلفزه لا نكسروا اذاعه لا نكسروا كراهب الناس لا نكسروا حوانت الناس، عليه يا رسول الله كنا خيان وكنا تونس واحده تلمنا والناس كلها روحوا على رواحنا، علاش واحد يروح للسبيطار راسيلو ساقه ما فماش الاخر يده ما فماش الاخر كرامته يخرج مسكين تاع اخته ولا تاع ابوه ولا نتاعه يروح يلقاه مكسر عليه يا رسول الله. ما كنا خيان كنا خيان، ولهذا نلعبوا اللي رابح يهني الخاسر والخاسر يهني الرابح والناس كلها تروح خيان. والله تروح ترجي الرياضي ونجم الساحلي تروح كبير بين زوج جمعيات كبار في تونس، بون ان شاء الله يتعدى تروح مزيان ونتفرجوا في كوره مزيانه
اللعبه في سوسه بون تروح صعيب برشا، ان شاء الله معناها يتعدى تروح مزيان في كنف الروح الرياضيه، وان شاء الله اللي يكون حاضر خير، ان شاء الله اللي يربح. وبطبيعتي انا معناها مكشخ جمعيتي الترجي الرياضي، نتمنى بطبيعه جمعيتي تربح، اما ان شاء الله يتعدى تروح مزيان معناها كاو.